السلام عليكم، نشرح هذا السؤال. طبعا هذا آخر سؤال من الملف هذا من الديناميك. طبعا بعد هيك إذا في فيديوهات تصورت فبتكون فيديوهات اللي غير موجودة بالملف هذا. اللي في عندي 5 ميجا جرام 2 ميجا جرام كار ترافلينج وذ فري رولينج فيلوسيتي شون فور كولجين، يعني قبل ما يصدموا كانت هيك. وبقول لك بعد ما صدمت، بقول لك بعد ما صدمت after the collision the car moves with a velocity 15 كيلومتر to right relative to the truck. يعني لما بعد ما ضرب وصلت سرعة 15، بس أي سرعة؟ V car بالنسبة للتراك شمالها فتحة، يعني V فتحة الكار بس V فتحة التراك تساوي 15. بقول لك اوجد الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن والانرجي لوس. هسه الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن تعكس وتطبق، انت طبق مبدا حفظ الطاقه ام 1 في 1 السرعه الاولى 30 ام 1 5000 ميجا بكون 5000 ب 30 بحول وحدات خليها لبعدين زائد الثانيه 10 في 2000 تساوي هي ال 5000 في 2 فتحة في 1 فتحة زائد 2000 في 2 فتحة، معادلتين مجهولين، هاي في هاي في 2 فتحة هاي في 1 فتحة، تمام؟ معادلتين مجهولين حلهم، بتطلع في 1 في 2، بتطلعهم لليمين او لليسار. طبعا بتحول الوحدات هسه لك وجدت كوفيشنت اوف ريستيتيوشن اي تساوي في 2 فتحة اللي طلعتها بس في 1 فتحة اللي طلعتها أو اللي هي نفس الـ relative velocity أصلاً على V1 ناقص V2. أنت أصلاً تقدر تحل الـ coefficient of restitution بدون ما تحل، إنه أصلاً V2 ناقص V1 فتحة. ها لو بدك تعوض هون coefficient of restitution المفروض إنه هاي على هذول، طلع شو مغيرهم، ما هي أصلاً بعد التحويل 15 بعد التحويل. ها بدك تعوض 15 ما محلش عليها شكله. هي 15 بعد التحويل، هي شايف 4.167 هي على القيم الاصليه، هي بعد التحويل بيطلع 0.75. بس ايش بده؟ بده الانرجي لوس، يعني بدي احسب V1 V2 واطرحهم من بعض، V1 نص ام في تربيع، الثاني نص ام V1 تربيع، واحد للكار واحد للتراك، فاجمع هي T1 V2 شوف السرعة قبل وبعد، نفس السرعة بعد لنص ام في فتحة تربيع زائد نص ام في فتحة تربيع، طرحها من بعض تطلع معي انرجي لوس. هاي الحل، المعادلة اللي انا حكيت عنها، هاي المعادلات على الاكس عن سبستيتيوشن، هاي القيم، هاي تي 1 جمع هاي تي 2 جمع هاي والدلتا اي حطرحها، يكون انتهى الملف لشات 13. Oh, okay.